اختي السلام عليكم، رأيت في اني 3 قطط سوداء تهجم عليا، لكن ابعدتها عني ولم تستطيع ايذائي. وكنت اقول هذه القطة السوداء التي كنت كلما اغمض عيني اراها بالحقيقة وانتهى الحلم. فعلا يا اختي، انا كنت كلما اغمض عيني ارى عيوني قطة، ومن داخل الحمام اراها في الارض ثم ببيت زوجي فقط، لكن عند بيت اهلي لا اراها ابدا. هذه الاشياء صارت تظهر فيني بعد ما ولدت بنتي. اختي انا على وشك طلاق، لان المشاكل كثير ولا يوجد تفاهم، وانا اريد الطلاق. واضح جدا ان هو معمول لك سحر تفريق الزواج. الافضل ان انت ما تستعجليش وهدي امورك، لا تطلبي الطريق في الوقت الحالي، لان طبعا ان المس والسحر هنا مكرهك في جوزك وقنعك بالفكره، ولكن بعدين يا اختي والله هتندمي. لازم تحصني نفسك، ولازم تعالجي نفسك من السحر، ولازم تدي فرصه تانية لحياتك ان انت تصلحيها. لازم تشربي ماء مرقي، طبعا هتلاقي الماء المرقي في اول تعليق مثبت او في وصف الفيديو. لازم تسمعي الرؤية الشرعية، وايضا هتلاقيها في وصف الفيديو. لازم تحافظي على اذكار الصباح والمساء، ورش البيت تبع زوجك اللي هو بيت زوجك رشيه بالماء المرقي ما عدا الحمام، وان شاء الله امورك تتعدل. وبعد كده تبقى تكتبي لي رسالة وتقولي لي باقي الاحلام اليومية. الصلاة والسلام على رسول الله، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا. تفسيرات الأحلام في التعليقات. لو أنت شخص جديد اكتب حلمك واستنظر الفيديو القادم. أيضا لو أنت داخل تسمع الفيديو وحابب أن أنت تعرف رموز ممكن تكون حلمت بيها، اسمع الفيديو للآخر وإن شاء الله هتطلع بمعلومات قيمة جدا من الفيديو. بتمنى كل شخص فسرت ليه حلمه يترك لي تعليق هل اتحقق أو لا. يعني بلاش الصمت اللي انتوا واخدينه ده، يعني اتكلموا كلمتين حلوين في اخر الفيديو. نبدأ الاحلام، ومعانا اول حلم. نادين، انا حلمت ان انا وحبيبي في خطر، في ناس عايزة تقتلنا، فهربنا انا وهو، رحنا بيت واحد زي ما يكون ده هو كبير المنطقة، فرحنا ومحدش قدر يقتلنا. هقرأ وارجع لكم. رؤيتك واضح يا نادين ان انت الفترة دي في حد في حياتك وعندك قلق وخوف، انت والشخص اللي في حياتك ده. الاحسن ان اهلكم يرفضوا انكم ترتبطوا ببعض، فالافضل ان انت استعيني بالله، صلي استخارة وقولي يا رب لو الشخص ده من نصيبي فعلا يسر امورنا، واذا كان هو شر لي فبعدني عنه وبعده عني، والله اعلى واعلم. السلام عليكم، متزوجة حلمت منذ مدة اني دخلت المقبرة، فوجدت عند قبر جدتي وقرأت لها الفاتحة، وقالت لي قل لي اني ادعو لها، وسالتني لماذا ما بك، ثم قالت لي اليس عندك ابناء، قلت لها الحمد لله عندي بنتان، فقالت لي جدتي اه فهمت، ثم مشيت قليلا فوقفت عند قبر جدي، فلاحظت ان قبر وقبر جدتي لم يكون بنفس الاتجاه، ثم قرات لها الفاتحه، فقام جدي من القبر ووقف امامي وقال لي نحن ندعو الله لك تخرجي من هذه الدنيا على خير. ثم كنت ذاهبه فقال لي اقعدي احكي معي قليلا ثم اذهبي، فجلست معه فتمدد في قبره وكان فوق سرير وضع يده تحت خده، اي اتكى على يده، ثم ذهبت. ارجو منك تفسير حلمي. الرؤيه دي واضح ان انت الفتره دي عندك مشاكل وهتمر بمشاكل نفسيه ماديه صحيه وهكذا، فالافضل ان انت استعيني بالله وادعي ربنا وخرجي صدقه. رؤيه الاموات هنا بيعبروا عن مدى احساسهم بيك، ان هم حاسين بيك وحاسين بمعاناتك الفتره دي. الافضل ان انت خرجي صدقه واستعيني بالله، والله اعلى واعلم. السلام عليكم، حلمت انت دخلت كليه الشرطه وكان بيدق فيها وبنعمل تمارين، والمدير بتاع المكان دخلت وكانت جايبه هدايا لكل الطلاب، بس ما كانتش تعرف ان انا دخلت الكليه. طبعا رؤيه كليه الشرطه بيدل على ان انت الفتره دي بتفكري في شيء معين في حياتك، ربما هتدخلي في عمل جديد، عندك مثلا عايزه تقدمي في جامعه خاصه، في امور كده في حياتك الفتره دي عايزه، يعني عايزه تاخدي فيها خطوه لامام، ولكن عندك مخاوف من ان الموضوع ده يفشل، والله اعلم. حبيبتي حلمت ان طليقي يجامعني، ممكن التفسير اعتقد ان الرؤيه دي بتدل على ان طليقك حابب يرجعك، هو بيحاول او انت اللي حابه ترجعي، في حد منكم انتوا الاثنين بيفكر في الرجوع مره اخرى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حلمت اني قاعده بالباص مع حبيبي السابق، وانه صايف كبير بالعمر ولا كأنه بيناتنا مشاكل، وعم يسأل عني صاحباته، فأنا رحت وحكيت له هيني أنا هي هون، وبعدين اتحولت الحلم لسيارة سوداء، قال بده يجي على بيته يعرف من وين أنا، وكنت دافرش السجادة لونها أحمر مقلمة، وفي حد عم يقنعه هي تزوجني، بحكي له هدول ناس منح، مع العلم أنا عزباء وأنا وحبيبي ما توافقنا، لهيك ما حكيت له منين أنا. الأفضل ان انت فعلا كويس ان انت ما قلتلوش انت منين، لان ركوبك العربيه السياره هنا بعدين بيدل على ان في مشاكل وعدم توافق بيناتكم، فالافضل الافضل ان الرؤيه بتبين بان مفيش توافق بيناتكم. استعيني بالله واستخيري ربنا واللي فيه الخير يقدمه ربنا، والله اعلم.
رأيت إني فقدت فلدة حلق ذهب التي أرتديها في الحقيقة، شعرت بالحيرة ثم وجدت واقعا على فراشي. طبعا الرؤية دي بتدل على إنك ربنا هينجيك من مشكلة كبيرة جدا في حياتك، ربما إن في حد هيتقدم لخطبتك وهترفضيه وبعدين هتوافقي، أو لو في حد بتحبيه في حياتك هتحصل شوية مشاكل وبعدين ربنا هيوفق الأمور بيناتكم وترجعوا لبعض تاني. يعني أي أمور عندك الفترة دي هتحصل فيها شوية مناوشات وشوية زعل، وبعدين ربنا هيحللك المشكلة دي في وقتها والله أعلم. السلام عليكم، حلمت إن في شجرة تين وصل المطبخ عندي وفتحت الشباك وقطفت 3 حبات تين وأكلت منهم، وكان لونه أخضر وأحمر من جوه، منظرهم شهيق جدا حامل. انت بتقول ان انا قطفت 3 حبات تين. احنا بالنسبة للأعداد احنا عارفين ان العدد الزوجي بيدل على ولد، زي مثلا رقم 1 احنا عارفين ان هو على حسب الـ الرمز، يعني مثلا حبية قوطة بتدل على بنت، طب موزاية بتدل على ولد، مثلا الخيارة بتدل على ولد، فرقم 1 بيبقى على حسب، يعني مثلا 1 في فردة حلق بتدل على بنت، 1 في الخاتم بتدل على بنت لو كان فضة، طب لو 2 يبقى بيدل على ولد. فهنا الأرقام الزوجية ليها تفسير والأرقام الفردية ليها تفسير، ما عدا الرقم 1 بيختلف على حسب الرمز. فهنا رؤية رقم 3 والتين، أعتقد إن ربنا يرزقك ببنت إن شاء الله، وطبعا ربنا أعلم ما في الأرحام وبيغير القدر بفضل الدعاء طبعا. رأيت إني كنت أظفر شعر امرأة مجهولة وشخصان في الخارج ينظران ويبتسمان ومعجبون بما أفعل. طبعا رؤية المرأة هنا بتعني الدنيا والحياة، فرؤية إن أنت بتضفري لها شعرها أو بتعدلي شعرها فده بيدل على إنك أنت الفترة دي هتعدلي أمور في حياتك، هتحاولي تسعدي نفسك، هتحاولي إن أنت تعملي شغل أو رزق لنفسك الفترة ديت، أيا كان اللي بتعمليه بيدل على إنك هتعدلي أمور خاصة بحياتك والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا فتاة عزباء في الثلاثينات من العمر، رأيت في منامي إن كأني لدي طفلة جميلة جدا ووزنها حلو كأنها طفلتي لي أنا، وألعبها وأحملها عمرها بحدود السنة أو سنتين، خطفت قلبي في المنام كأنها طفلتي لي، أن أشعرها أشقر إن شعرها أشقر جميل جدا وعيونها زرقاء وكأن عمتي تأكلها من يداها، وأنا أحملها وألعبها الطفلة جميلة جدا خطفت قلبي في المنام. طبعا رؤية البنت هنا في المنام ليكي بيدل على إنك في فترة كده مريتي فيها بقلق ويأس، فرؤية الطفلة هنا معاكي في المنام بتدل ليكي على إن في إحياء أمر ليكي الفترة اللي جاية، في تعديل أمور ليكي، يعني في خبر سعيد هتسمعيه الفترة اللي جاية أو في خلال هذه السنة بالذات، لأن إحنا قلنا إن رؤية الأحلام في شعبان وفي رجب وفي رمضان ليها تأويلات تخص العام ككل والله أعلى وأعلم بالغيب. حلمت إني أقود السيارة منزل قزاز وفحها في إيران كثيرة. أنا مش فاهمة رؤيتك. في إيران كثيرة، بعضهم نطوا للسيارة، بعضهم عضوني في رجلي اليمين وطلع الدم، وكنت أدافع عن نفسي وأحاول الهروب. المفروض إن أنت تكتب حالتك الاجتماعية، ولكن واضح إن أنت أو أنتي أدام بتقول بسوق السيارة وإن في إيران جت وعضتني. رؤية هنا بتدل على إنك انصبت بسحر أو انصبت بحسد قوي في حياتك الخاصة، فعليك إنك تسمع الرؤية الشرعية وتشرب ماء ماركي. طبعا لينك الماء الماركي ولينك الرؤية الشرعية هتكون في وصف الفيديو أو في أول تعليق مثبت. لازم إن أنت تعالج نفسك من السحر أو الحسد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلمت إن في بيتي قدام باب المطبخ كيس لبن في الأرض، وكان في فيران صغيرة كتير يشربون من اللبن، ده حسد، ده عين وحسد زي للرزق من بيتكم، أدام الفئران بتأكل اللبن إحنا عارفين إن اللبن هنا خير، فرؤية الفئران هنا بتدل على إن في عيون حسد عليكم زي للرزق منكم. طبعا ومعاهم فارة كبيرة، ده بدل على إن في أسرة، يعني في واحدة وأولادها هم اللي حاقدين عليك وهم سبب الحسد في حياتك، وكان في على بعض صغير كلب لونه اسود كان شرب من اللبن. طبعا ايضا الكلب بيدل على ان هو زوج المرأة واولادها، يعني في عائلة بالكامل حزداكي، كان بيشرب من اللبن وبينظف بقه بلسانه من شرب اللبن. بصيت لقيت قطة مسكت فار من صغير بفمها ورمته بعيدا في الشقة، رحت انا كلمت القطة قلت لها ده كده ما ماتش، قالت لي صح، راحت واخدة الفار التاني وقعدت تشد في جلده لحد ما مات، موتت 4 فئران صغيرين. وبعد كده لقيت زوجي في الصالة بيدور على الفئران وجه يموت فار، وبعدين كرسي الصالة اتكسر، وبعدين كان معاه استاذ الدرس بتاع بنتي بيموت في الفئران، ده جوزك وانتي وكل الدنيا عمالة تموت لك في الفئران. احنا هنا عارفين ان القطط ادام معاكي انتي وادام هي مسالمة بتدل على اصدقائك او اخواتك،
فالرؤية هنا بتدل على إنك عندك أصدقاء وعندك أخوات وعندك زوجك وعندك كل شخص بيتمنى لك الخير، بيحارب الناس اللي هي بتأذيك في حياتك، بتحاول إن هي تبعد عنك شر الناس ديت، ولكن أنت في تسلط عليك، تسلط عليك من الجن أو من الحسد، فالأفضل إن أنت ترش الباء بماء مرقي. وطبعا كسر الكرسي هنا مش خير، بيدل على إن أنت هتنصابي في أمور في حياتك الفترة دي وهتقعي في مشاكل بسبب الحسد دي ده، فانتبهي. السلام عليكم، حلمت اختي ان انا وافراد عائلتك اننا في نهر او يشبه البحر، نمشي داخل الماء، رجلينا مبللين، انا عزباء. لو كان النهر هادي بيدل على ان حياتكم الفتره دي هيكون فيها هدوء وهيكون فيها اخبار سعيده، والله اعلى واعلم. حلمت اني زعلانه على ابن خالي وكنت بدور على جرح في بطنه وحسيته وكانه جرح، فشاورت على الجرح وبعدها بص عليا بارتياح. ممكن التفسير رؤيه الجرح في المنام بالنسبه لابن خالك، ربما يكون حد من اهله مزعله، او ربما يكون في مشاكل عائليه او في خبر سيء في العيله، وطبعا الاخبار دي مزعله ابن خالك، فرؤيتك هنا جنبيه بيدل على انك انسانه بتواسيه في احزانه. ربما الفتره دي يتعرض لشويه ضغوطات شديده جدا، وان شاء الله ربنا هيفرجها عليه، والله اعلم. متزوجة عمري 50 سنة، عندي أبناء وزوجي متقاعد. حلمت إن أحد أولادي أعطاني 2000 ريال وكنت بخبيهم من زوجي. والدي متزوج ولدي أطفال موظف في شركة. الرؤية دي طبعا بتدل على إن في رزق جايلك من أبنائك، الرزق ده هيكون من المال أو من الأحفاد، فإن شاء الله أبشري خير خلال هذه السنة، والله أعلم. انا رايت ان قط اسود عينه حمراء وكان مخيف، لكنه قتلته انا وصديقي وتحول الى كنز. طبعا رؤيه الكنز هنا مش حلوه، عشان تكون فاهم، رؤيه القط الاسود بيدل على ان عندك يا اما حسد يا اما مس، بسبب ان انت ممكن تكون عندك تقصير شويه في الصلاه، ولو انت محافظ على الصلاه يبقى صايبك مس او حسد او سحر، ولكن رؤيه ان انت قتلت القط دي ده، فده بيدل على انك بتتخلص عليه، يعني حاول ان انت تسمع الرؤيه الشرعيه وتشرب ماء مرقي. طب يعني ايه بقى تحول لكنز؟ احنا عارفين ان الكنز هنا للرجال بصراحه مصيبه، يعني مشاكل هتقع فيها، هموم هتقع فيها، فرؤية ان القط هنا تحول لكنز بيدل على ان هو بيحاول يقولك انت اتغلبت عليا، ولكن هو في الحقيقة انت ما اتغلبتش عليه ولا حاجة، هو هيوقعك في مشاكل وفي ضيق، سواء ضيق في العمل، سواء ضيق مع خطيبتك، سواء مشاكل عائلية، سواء مشاكل صحية وهكذا، والله اعلم. حلمت اني زعلان على ابن خالي قرأتها. السلام عليكم، حلمت اني اركب سيارة زوجي، وجد فيها 2 من أفعى، واحدة لونها اخضر والاخرى سوداء، فقامت الافعى السوداء بعضني. الرؤية دي بتدل على ان في 2 اشخاص، 2 اعداء متحشرين في حياتكم، واحد غلبان ممكن يكون من اهل جوزك، ممكن يكون من اهله هو، يعني اصدقائه اقصد، فالتعبان الاخضر هنا بيدل على ان هو عدوكم، بس بيحقد عليكم من بعيد لبعيد، يعني هو مش راضي يأذيكم، ولكن الافعى السوداء هنا بيدل على ان في حد بيسيبكم يا بحسد يا بيحاول يعمل لكم سحر، وخصوصا ادام انت تعضيتي فده بيدل على ان هو صابك بالفعل، فالافضل ان انت ترشي ماء مرقي في الشقة ضروري جدا، وتسمعي الرؤية الشرعية. وطبعا هسيب لينك الرؤية وهسيب لينك طريقة عمل الماء المرقي يا اما في وصف الفيديو يا اما في اول تعليق مثبت، والله أعلى وأعلم. حلمت إن في قطط كثيرة في البيت وكان في منهم 2 بيتجوزوا وأنا كنت بتفرج عليهم أنا عزباء. الرؤية دي بتدل على إن ليكي أصدقاء أو ليكي حد من الأقارب أو الجيران هتتزوج الفترة دي، والله أعلم. بابا حلم إنه بيقطع إقنا ومن على النخلة والأقنوات دي فيها بلح، اللي هي العراجين بالمصري. طبعا الرؤية دي بتدل على ان في رزق جميل جدا جدا وتفريج هموم للعائلة كلها، مش لباباكي بس، لا للعائلة كلها، فيها شفاء لباباكي لو هو مريض. ايضا الرؤية دي ممكن تدل على ان من ضمن الاخبار السارة اللي باباك هيسمعها او من ضمن الرزق ممكن يكون ليه يا اما ذرية يا اما احفاد، والله اعلم. رأيت أمي رحمة الله جاءت لتزورنا في بيتنا وكانت تحمل معها حناء. طبعا الرؤية دي بتدل للعازب على الزواج وللمرأة المتزوجة على ذرية لها، والله أعلم. ممكن تفسير حلمي إنه أنا عم ضم جدي، بيضم جده المتوفي يعني بيحضنه وبيبوسه، ولما ضميته ما تركت لما فقد. شو تفسير الحلم؟ أنا جديدة على القناة وعم أمتلك أحلامي وعم تفسريها. طبعا انا بفسر هنا في القناه دي عن طريق قرء التعليقات وبنزل لها فيديو. طبعا رؤيه ان انت بتضم جدك فده بيدل على ان كنت اكتر انسانه مقربه الى قلب جدك، يعني انتوا الاثنين كنت بتحبوا بعض جدا في الدنيا، فرؤيه هنا الانضمام والبوس والحضن بيدل على الاشتياق منك ولجدك، والله اعلى واعلم.
خالة أنا حلمت إن أنا حامل بالشهر السابع وأريد أولد، أنطيت الفلوس للمرضعة الموت تولدني، بس بعدين أكو بنية توه ولدت وقالت للبنية هاي الممرضة أتولدك وهاي ممرضة زينة، بس أنا ما ارتحت للبنية ورجعت للبيت. طبعا الرؤية واضح إن أنت عندك مشاكل، عندك هموم، عندك حمل الفترة ديت وحابة تتخلصي منها، ولكن ما عندكش الجرأة إن أنت تخرجي نفسك من الهموم والضغوطات ديت. الأفضل إن أنت استعيني بالله واذكري الله كتير، والله أعلم. ممكن تفسير حلم حلمت ان انا وزوجي رجعنا لبعضنا، فرجعت لقيت غرفه نوم غير غرفتي وعمي ابو زوجي مكسرهن، وانا خبرت زوجي وقلت له ابوك هيك عامل في الغرفه، هو اتفاجئ بالموضوع وقال لي ان حيل احبك وفرحان يرجعني وانا وزوجي متخاصمين. طبعا الرؤيه دي بتدل على ان في حد من العيله ربما فعلا يكون حماك او حد من سلايفك حماتك، بيدل على ان هو بيحاول يخرب العلاقه بينك وبين زوجك بالفعل، فالافضل ان انت تحترسي وما تعاديهمش، ما تعاديهمش، خليكي محترسه منهم، ولكن الافضل ان انت تكسبيهم، لان هم واضح ان بايدهم ان هم هيخربوا لك حياتك، ولكن زوجك ان شاء الله الفتره اللي جايه هيصالحك وهيحصل تيسير امور بيناتكم، والله اعلى واعلم. كيفك اختي؟ ام حلمت ان احد اولادها اعطاها، طبعا فسرتها. طبعا الرؤيه دي، طب اخر رؤيه معانا، وبتمنى اللي ملقاش تفسير حلمه يكتبه. انا حلمت ان انا معايا بطانيه وعماله اقول احطها فين على ما اروح عند امي عشان المشوار بعيد عليا، فودتها عند خالي جنب بيتنا، وبعدين رحت عند امي لقيت محطوط على جوانب البيت بطاطين فشلتهم ونفضتهم عشان الجو كان فيه تراب وورق شجر جاف اصفر، وانا بنضفهم لقيت رجلين جيرنا بيقولون اهل البيت كويسين ومحترمين، الا اخوك مصطفى بيعمل مشاكل ومش كويس. انا طبقت البطاطين ودخلتهم. طبعا المفروض ان انت تكتبي حالتك الاجتماعيه، لكن مفيش حاله اجتماعيه. الرؤيه دي بتدل على ان ربما يكون اخوك حد زعلان منه من افعاله بالفعل، ولكن رؤيه البطاطين وتنظيف البطاطين بيدل على ان الامور بيناتكم هتتصلح الفتره دي، وربما تنظيف البطاطين هنا بيدل على قدوم اخبار مفرحه الفتره اللي جايه، والله اعلى واعلم. بتمنى اي شخص ملقيش تفسير حلمه يكتبه اسفل التعليق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.